والبداية ستكون من فائز اليوم ومن هشام الجخ من مصر. هشام، سأطلب منك أن تبقى معي ونبدأ هذه الأمسية الرائعة بك وبحضورك الجميل، وأطلب من بقية الشعراء مغادرة المسرح حاليا لأننا سنلتقي بعد قليل مع أبياتكم وقصائدكم. تفضل هشام، هات لك بوسة، تعال. ألف مبروك، تفضل. معلش، أول مرة أعملها في حياتي، أول مرة أعملها في حياتي. بالهدي القصيدة اسمها الوجهان. بالهدي نرحم، بالهدي نرحم، نعمة الرحمن وعد من الوهاب في القرآن، وتفيض أعيننا لذكر جلاله ونرى وجود الله بالبرهان. إني رأيت الله رؤية عاقل متأمل في الخلق والأكوان، حتى تبين للفؤاد جلاله فدمت تفيض لعشقه العينان. إن الحياة كعملة فضية، ولكل شيء في الدنا وجهان، فالعقل مركز كل شيء صائب، والحب وجه المشهد الفتان. هذه الحياة بقلبها وبعقلها لا يستوي زوج بدون الثاني، فالله يوصف بالحكيم مهابة، ومحبة ندعوه بالحنان. لعلك تدرك يا هشام أن هذه المحبة الغامرة ليست لشخصك فحسب، وإنما أنت ممثل لشباب 25 يناير. ولا فخر، ولا فخر يا دكتور، ولا فخر. شعلة الثورة هدأت في هذه القصيدة كما ينبغي لها. عدت إلى الفكر العاقل بعد أن صححتم يا شباب مصر مسار القاطرة العربية بأكملها. البركة في حضرتك وفي كل الأساتذة الأفاضل اللي تعلمنا على أيديهم يعني إيه حرية. تصيب في أمرين هامين تجعل العقل والقلب وجهين لعملة واحدة، وهذا هو الحق في القضية، وتستعين بالنبرة الدينية الجميلة الحميمة لتأييد وجهة نظرك. وأنت تعرف يا هشام أن جذوة الشعر والتصوير وقوة اللغة المبتكرة الجميلة ينافسك فيها الآخرون بشدة، لكنك تنهل من معين صادق جميل أهنئك عليه. هشام، كان أحمد شوقي يقول: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، وأنت تقول في قصيدتك إن الحياة كعملة فضية، جعلتها عملة فضية يا هشام. كل ما تقوله يا صديقي سليم، هذا صحيح، كيف لا وأنت
تتحدث عن عظمة الخالق في يوم عظيم وهو يعني يذكر بالمولد النبوي، وتجنح إلى الحكمة والموعظة الحسنة. هذا رائع في أفق ممتلئ بالإيمان، ولا أقول بأنه غير ممتلئ بالشعر. بارك الله فيك يا هشام. هنيئا هنيئا لشباب مصر. الله يبارك في المتمثل فيك. الله يبارك. العنوان شعري، ولو أنه يبدو غير شعري، لأن التناقض في وجود وجهين اثنين يكمن فيه المفارقة. البيت الأخير تقول: فالله يوصف بالحكيم مهابة. أنا أتصور لو قلت بالجليل، لأن الجلال هو الذي يليق بالمهابة. بطبيعة الحال الحكيم والجليل من أسماء الله الحسنى، يعني لا فرق، لكن الأليق بالبيت أقترح عليك فيما بعد تغيره إن شاء الله. وربما في تصوري أن يكون في العقل مركز كل شيء صائب، والحب وجه المشهد الفتاني. ربما يكون هذا البيت أجمل ما في هذه القصيدة التي نهنئك عليها. أهلا وسهلا. شكرا، ولنا لقاء قريب على خشبة المسرح. دعواتك في اللقاء يا رب. بارك فيكم. شكرا.